السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم من جديد في القناة، ومرحبا وألف مرحبا على فيديو توضيحي بالنسبة للشقة اللي حطيت لكم من قبل في القناة، الشقة اللي دوزت فيها عطلة صيفية. بزاف ديال التعاليق جاوني بأنه ما عطيتش معلومات كافية بخصوص هذا الموضوع ديال الشقة. انا ما دايرش اشهار، فقط بغيت نشارك معكم بعض المعلومات على هاد الشقه، وحيت جاوني تساؤلات كثيره على لا فيديو اللي قبل، قررت انني نولي ندير لكم فيديو جديد. غندير لكم لا فيديو نشرح لكم كل شيء، داكشي اللي سولتوني عليه غادي نشرحه لكم ان شاء الله في هاد لا فيديو. كنتمنى يكون واضح. هذه الطلعه ديال الدروج بالنسبه لابارتمون، كاينه في الدور الاول. هذه هي الباب، انتما كيف ما كتشوفوا معايا نقيين من الدروج، باين كل شيء زعما نقي. انتما دي تشوفوا كل شيء على عينيكم. الدور فيه جوج ديال الشقق، كل دور فيه جوج ديال الشقق. نتمنى يكون التصوير واضح بالنسبة لكم. هذه وسط الدار، انتما كيف ما كتشوفوا نقي بزاف، الأرضية ديالها نقية. هذا بيت في الدخلة على الباب، على اليسار كاين هاد البيت فيه جوج ديال الناموسيات، هانتوما كيف ما كتشوفوا لي زور نقيين، كلشي نقي. في هاد السريجم هذا كيطل على الصالون، سرجم عالي الفوق كيطل على الصالون. دار كبيره وكافيه، واخا يكونوا بحال دابا جوج ديال العائلات كافياهم. هذا الحمام حتى هو كبير، فيه الماء سخون، انتما كيف ما كتشوفوا كبير ونقي. اهم حاجه هي النقاء، نقي بزاف. هنايا ان شاء الله كاينه التلفازه، دايرين فيها تلفازه ال سي دي خدامه مزيان. هانتوما من هذه الباب منين دخلت، هنايا الحمام، هذا البيت اللي وريت لكم فيه جوج ديال الناموسيات. هنا كاين الصالون فيه ربعة ديال ستادر، طليمطات نقيين، نقي الأرضية ديالو نقية، فيه سرجم كبير مهوية مشمش. ملي كتدخل الدار ما كتعطيكش داكشي الريحة ديال الغمال، حيت الدار مهوية ومشمشة ونقية. هانتوما كيف ما كتشوفوا، هادي وسط الدار، هي فيها ثلاثة ديال السديدريين والطبيلة، حتى هي فيها سرجم كبير. هانتوما كيف كتشوفوا، هذا بيت اخر كبير فيه فراش ديال شخصين بلي طابل دو نوي ديالو بكل شيء. كاين بلاكار كبير
فيه بلاصه ديال التعلاق ديال الحوايج باش كتحافظوا على حوايجكم، بلاصه ديال الطويان، كل شيء كاين. هانتوما كيف ما كتشوفوا كل شيء واضح. كنتمنى يكون واضح التصوير وواضح الشرح. هانتوما كل شيء نقي، ما كاين زعما شي حاجه اللي ماشي هي هذيك صراحه. والكارتي كالم، قريبه هاد الشقه على البحر. يلا 2 دقائق اولا 3 هانتوما في البحر من البيت. كاين لاكور، لاكور اللي هو كبير، فيه الحبل ديال النشير منين تصبنوا حويجاتكم تنشروهم، مشمش. انتما كيف ما كتشوفوا قبلت البيت كاينه الكوزينه، كوزينتها هي كبيبره ومهويه وفيها كل شيء داكشي اللي غادي تقدروا تحتاجوه في العطله الصيفيه ديالكم. الماعن فيها طابله والكريسيات صغيرين، الا كانت عائله صغيره ولا يمكن لهم يستعملوا غير الكوزينه في الاكل، وهذا باش الدار كتبقى مجموعه. توفي سرجم مهويه، بوطه، ثلاجه، ومن الاساسيات هما هادو. والمعنات خلاص المجيرات راه فيهم المعنات، وهاد الخزنه هادي حتى هي راه فيها المعن الاخرين اللي يمكن ليكم تحتاجو. بالنسبه للثمن ديال هاد الشقه كريناها ب 200 درهم، ولكن في اول شهر 7، في واحد في شهر 7 2019 كرينا هاد الشقه ب 200 درهم. الثمن راه هو كيختلف، كل ما قرب شهر 8 الثمن كيرتفع حتى لشهر 9. راكم عارفين حيت الشمال راه تيعمر غير في الصيف، المضيق كيكون عندهم الاثمنه زعما مرتفعين غير في الصيف، ولكن في شهر 7 راه ماشي هو شهر 8، ماشي هو التالي ديال شهر 8، الاول شهر 8 ماشي هو التالي شهر 8. بالنسبه للثمن الكراء راه كيرتبط بعدد الافراد، الا كانوا جوج عائلات راه ماشي بحال الا كانت عائله واحده، ولا كانوا اشخاص قلال راه ماشي هما الا كانوا اشخاص كتارين، حيت راه تا مول الدار راه كيشوف بانه الناس راهم غادي يهبطوا البحر، غادي يجي وغادي يدوشوا، كل واحد راه غادي يدوش، راه كيضرب الحساب في راسه، ماشي غادي يكري لكم بالخساره، راه ما يمكنش. هذا الشيء اللي بغيت نوضح معكم. الثمن راه هو كيختلف على حساب العوامل، كل حاجه والثمن ديالها. اللي بغى زعما هاد الشقه ولا شي حاجه بحال هكذا يمكن ليه يتصل بصاحب الشقه، راني حطيت لكم النمره ديالو في صندوق الوصف، يمكن لكم تتصلوا به وتستفسروا على اي حاجه بغيتوها، ان شاء الله غادي يجاوبكم على كل شيء. اي حاجه بغيتوها، بغيتيو تكريو عنده، بغيتيو تكريو عنده غير شي بلاصه اخرى، بغيتيو غير تشوفوا، اللي بغى شي حاجه يسولو. انا قلت لكم الراي ديالي في هذه الشقه، وقلت لكم الثمن باش كرينا، وقلت لكم راه الثمن كيختلف بين شهر 8 وشهر 9 وشهر 7 وشهر 6. شهر 7 راه ماشي هو شهر 6، ماشي هو شهر 1، شهر 1 راه تيكون رخا. وبالنسبه للاكل، بالنسبه للخضر والفواكه صراحه كيكونوا غاليين، من الافضل اللي عنده طوموبيل ديالو يدي المستلزمات اللي يمكن ليه يحتاج، بطاطا، مطيشه، البصله، الحاجات اللي ضروريا كيتحتاجو كيديهم، لحقاش راكم عارفين كيكون الغلا. هذا اللي غادي نقول لكم. بالنسبه للسمك في المرسى راه رخيص مزيان، اثمنه صراحه مناسبه، شويه الحوت هي مناسبه، كل شيء مزيان. البحر ديالو ديال المضيق زوين بزاف، والمدينه نقيه،
وآمنة. هذا الشيء اللي غادي نقدر نقول لكم، واللي عنده شي تساؤل يمكن لي يخلي لي في تحت لا فيديو، ونحاول نجاوبكم كاملين على التساؤلات ديالكم. بالنسبة للناس اللي غادي يقولوا لي فين جات هاد الشقة بالضبط، انا غادي نعت لكم بالضبط فين جات. راه ما كاينش غير في هاد الجهة الشقق، راه كاينين حتى في جهة المرسى. ان شاء الله الناس اللي كيمشيو للمضيق وهذا راهم عارفين هانتوما. هذه المحطه ديال الطاكسيات ديال المضيق الرينكون، هنا المحطه ديال الطاكسيات، هنا كاين الحوانات، كاين كل شيء. من هنا قريب السويقه، قريب كل شيء، قريب. ما كاينش غير مدينه صغيره، راه ماشي شي مدينه كبيره اللي هذا، راه غير على رجليك يمكن لك الدور، دورها كامله. هانتوما كيف ما كتشوفوا هادو الطاكسيات، انا غادي نمشي معكم تقب من هنا البحر. هنايا كتزيدوا كتقطعوا هاد الشانطي كتزيدوا، كاينه هنايا المديريه الاقليميه للضرائب تطوان، هي هادي. هانتوما واقفين حداها، ها هي الدار. هاد الدار الزرقاء الاولى، لا الثانيه اللي حداها اللي حدا الكراجات زرقين، راه كاين غارديان، ها هو الحساس كاين بالليل وبالنهار. ها هما الكراجات الزرقاء اللي قلت لكم، ها هي الباب. ها انتم كيف ما كتشوفوا الدخله ديال الاقامه نقيه. نتمنى الفيديو يكون فيه الشرح واضح، واللي اول مره كيزور القناه ما ينساش الضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو وتفعل الجرس باش يوصلكم دائما.